أنتم الذين تقرؤونني لا تزالون في عالم الأحياء، لكن أنا الذي يكتب يكون منذ وقت طويل قد مضى إلى بلاد الظلال، إذ ستحدث في الواقع أشياء غريبة وتتكشف أسرار عجيبة وتمر عصور دون أن يقرأ الناس هذه الخواطر، وحينما يقرؤونها لن يؤمن بها بعضهم وسيشك البعض الآخر، وقليلون بينهم هم الذين سيجدون فيها مادة للتأمل في الحروف التي أنقشها على هذه الألواح بمرقم حديدي. كانت السنة سنة هلع مليئة بالمشاعر الأكثر حدة من الرعب والتي لا اسم لها على وجه الأرض، إذ إن كثيرا من المعجزات والعلامات قد حدثت، وانتشرت أجنحة الطاعون السوداء انتشارا واسعا في كل جهة من البحر واليابسة. إلا أن هؤلاء العارفين في علم النجوم لم يكونوا يجهلون أن للسماوات آنذاك مظهرا من الشقاء، وكان واضحا بالنسبة إلي أنا وأنوس الإغريقي إننا نقترب من عودة السنة 94 بعد 700، حيث يقترب المشتري بالحلقة الحمراء لزحل الرهيب. كانت روح السماوات الخاصة تظهر سيطرتها، إن لم أكن مخطئا، ليس على سطح الأرض المادي وحسب، بل على نفوس البشر وأفكارهم وتأملاتهم أيضا. كنا ذات ليلة سبعة في داخل قصر فخم في مدينة قاتمة اسمها بوتوليمائيس، نجلس حول بعض زجاجات الخمر الأرجوانية من جزيرة كيو، ولم يكن لغرفتنا مدخل آخر غير باب عال من النحاس، وكان الباب من صنع كورينوس نادر الصنع ويغلق من الداخل. وكانت الستائر السوداء التي تحمي هذه الغرفة الكئيبة تبقي لنا منظر القمر والنجوم الحزينة والشوارع المقفرة، لكن ذكر الطاعون والشعور به لم يمكن التخلص منها بهذه السهولة. كانت حولنا وقربنا أشياء لم أستطع أن أفيها حقها من الاهتمام، أشياء مادية وروحية، ثقل في الجو، إحساس بالاختناق، حصار، وفوق كل شيء هذا النوع الرهيب من الحياة الذي يعانيه الأشخاص العصبيون، وفوق كل شيء هذا النوع الرهيب من الحياة الذي يعانيه الأشخاص العصبيون. حينما تستيقظ الحواس وطاقات الروح الراقدة الدكناء وتنتعش بقسوة، كان يسحقنا ثقل قاتل ينتشر في أعضائنا على أثاث الغرفة وفي الكؤوس التي نشرب بها، ويبدو كل شيء في هذا الإعياء مضغوطا وواهن القوى، كل شيء ما عدا لهب المصابيح الحديدية السبعة التي كانت تضيء انهماكنا المفرط في الشراب والأكل. كان اللهب يتصاعد في خيوط رفيعة ويبقى هكذا شاحبا جامدا، وكان كلا منا نحن المدعوين الجالسين حول المائدة الأبانوسية التي أحالها بريق اللهب إلى مرآة، كان يتأمل فيها اصفرار وجهه والبريق الكالح في عيون رفقائه. مع ذلك كنا نطلق ضحكاتنا مريحين على طريقتنا، وهي طريقة هستيرية، ونغني أغاني مجنونة ونشرب كثيرا. وإذ ذكرنا تورد الخمر بلون الدم، إذ كان في الغرفة شخص ثامن وهو زويلوس الشاب، كان وهو ميت متمدد بكامل طوله ومكفن، لم يكن ويا للأسف يشاركنا في لهونا سوى أن وجهه الذي شنجه الشر وعينيه اللتين لم يطفئ الموت فيهما إلا نصف نار الطاعون، كانت تبدو كأنها تهتم بفرحنا بقدر ما يستطيع الموتى أن يهتموا بفرح الذين يشرفون على الموت. ولكن رغم أنني أنا وأنوس شعرت بعيني الميت تحملقان فيه، اجتهدت ألا أفهم المرارة في تعبيرهما، وكنت وأنا أنظر بعناد إلى أعماق المرآة الأبانوسية أغني بصوت عال رنان أغنيات شاعر مرفأ تابوس، لكن غنائي توقف تدريجيا وأصبحت أصداؤه التي تتدحرج بعيدا بين الستائر السوداء المسدلة ضعيفة وغير واضحة
وتلاشت أخيرا. لكن ها هو يطلع من هذه الستائر التي ماتت فيها أصداء الغناء، ظل أشبه بالظل الذي يمكن للقمر حينما يكون منخفضا في السماء أن يرسمه للجسم الإنساني. لكن لم يكن ظل إنسان ولا أي كائن آخر معروف. أخيرا بعد أن اهتز قليلا بين الستائر، بقي ظاهرا ومستقيما على سطح الباب النحاسي. كان الظل مبهما، لا شكل له ولا دلالة، ولم يكن ظل إنسان أو إله يوناني أو كلداني أو أي إله مصري. وكان الظل هادئا على الباب الكبير وتحت الإفريز المقوس، ولم يتحرك ولم ينبس بأية كلمة، لكنه كان يجمد أكثر فأكثر ويظل جامدا. وكان الباب إذا لم تخن الذاقرة تماما قبالة قدمي الشاب زويلوس الميت. ولم نجرؤ نحن الرفقاء السبعة حينما رأينا الظل يخرج من الستائر أن نحدق فيه، غير أننا كنا نخفض عيوننا ونتابع تحديقنا في أعماق المرآة الأبنوسية. وخاطرت أخيرا أنا وأنوس بالهمس ببضع كلمات، وسألت الظل عن اسمه ومكان إقامته، وأجاب الظل: إنني ظل وأقيم في جوار مقابر بطليمائيس وقرب هذه السهول الرمادية الجحيمية التي تحيط بقناة شارون المدنسة. وعندئذ انتفضنا نحن السبعة من الرعب ووقفنا نرتجف مذعورين، ذلك أن نبرة صوت الظل لم تكن نبرة صوت شخص واحد بل حشد من الناس. وكان هذا الصوت وهو يتغير بين مقطع وآخر يسقط بغموض في آذاننا، مقلدا اللهجات الأليفة المعروفة لآلاف الأصدقاء الذين ماتوا. تمت بحمد الله.